شوف زي تعليقاتكم وتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بعض المشاعر تبقى كامنة بالداخل يحجب عنها النور إلى الأبد وتظل قابعة في ظلام دامس نشعر بها ونلمسها بروحنا ولا يراها أحد، فهي من هنا وليست لأحد سوانا، فهي حبيسة خلف جدران القلب تصرخ وتئن لتنال حريتها، ولكنها إذا ما حاولت خلصة أن تتسلق تلك الجدران فإنها لن تستطيع ليقظة حيازها ويأسها، فتستسلم إلى سجنها وسجانها. إنها مشاعر تبقى طي الكتمان، كلما تطفو لتظهر على السطح نضغط عليها بكل قوتنا حتى تغرق في الأعماق وتدفن بداخلها. فهناك مقبرة ضمت مشاعر شتى وعديدة تحولت في النهاية إلى ذكريات وإلى صمت ينال من صاحبها.